زير بلا قرار يمشي شد الدار. يواصل إداري المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين إضرابهم المفتوح عن العمل لليوم الثالث على التوالي في مقر المندوبية، وذلك من أجل ضرورة تفعيل المطالب التالية: المنحة التربوية، إدماج العمل المكلفين بعمل إداري، تثمين الشهائد، الترفيع في بعض المنحة على غرار القطاعات الأخرى، الترقيات إلى حد الآن معناها بالرغم وقع الاتفاق فيها وإلى حد الآن لم يقع تنفيذها، عندنا منحة الاستخلاص نتاع الأعوان المحاسبين. احنا زادت أخيرا زادت للإداريين، نحن ما زادناش أخي، واحد كي ياخذ 400 ألف أخي باش تكفيه وعنده عيلة، واحد ماخذ بكالوريا وماخذ بكالوريا ياخذ معاه من صنف 2، فهمت؟ حبوا يعملوا يدمجونا في المستكسبين، التو ما خذينا حتى شيء، والتو ما ثم حتى شيء، ونحن تو مهضومين نحن كعمالة إداريين في المؤسسات التربوية، حب إعداديات أو معاهد ثانوية، وكلها نخدم خير من المتصرف. ورغم تتالي وقفتهم الاحتجاجية واستمرار نضالهم من أجل الحصول على مطالبهم، إلا أن وزارة الإشراف أغلقت في وجوههم باب الحوار وضربت بمطالبهم عرض الحائط. نحب نوجه رسالة من طرف قناة الحوار التونسي إلى كافة الزملاء في كافة المندوبيات الجهوية للتربية بالقصرين، لأن نحن تقريبا وصلت 17 مندوبية مضربة عن العمل من أجل تحقيق مطالبنا. بقت بعض المندوبيات ندعوهم ونوجه لهم رسالة من خلال هذا المنبر الإعلامي أنه يلتحقوا، لأنه النضال اليوم أصبح مع وزارة التربية يتطلب أن نناضلوا ونقفوا مع بعضنا كإداريين الكل باش تتحقق مطالبنا. ونحب نوجه رسالة كذلك إلى سيد وزير التربية أنه كفى تعنت يا سيد وزير التربية، يا سيد وزير المستقيل من منصبك كفى تعنت، أعطي الإداريين حقوقهم، عاملهم كما تعامل بقية الأسلاك التربوية، عاملنا كإداريين لأن الإداري هو العمود الفقري للإدارة التونسية، فعاملنا معاملة كما تعامل بقية الأسلاك واستجب لمطالبنا. ونحن مش طالبين مطالب تعجيزية، راهو عندنا اتفاقيات أمضى عليها ثلاثة وزراء اللي تالوا على وزارة التربية منذ الثورة، كل وزير يجي يعمل اتفاقية على اتفاقية باش يفعل المطالب ولكن تبقى حبر على ورق. هذا السيد الوزير كل ما تقع مع حوارات ولا نقاشات يبين اللي هو مستقيل، لكن في حقيقة الأمر مش مستقيل، هو مكبش بيديه ورجليه في الكرسي. أمام إصرار الإداريين على مواصلة نضالهم من أجل تحقيق مطالبهم، نجد وزارة الإشراف أكثر تعنتا في التمسك بقرارها اللامسؤول وعدم الاعتراف بمطالبهم حسب تعبير المضربين. يعتقل من يعتقل، يوقف من يوقف عن العمل، لن يصدنا ذلك ولن يرجعنا عن مطالبنا الشرعية والمشروعة.